فانا هتخصم لي نص يوم عشان اتاخرت نص ساعه. الله، امال انا لو جيت بدري نص ساعه هيدوني نص يوم؟ وبعدين ايه اللي هيحصل يعني؟ الشركه هتضرب وتمشي. قالك كيف بدا البيتكوين؟ بما اننا هنا عشان نجاوب يبقى نبدا الاسئله. يعني ايه عمله رقميه او كريبتو كارنسي؟ ايه الفرق ما بينها وما بين الفلوس يعني؟ وهل هي فلوس ولا حاجه شبهها كده؟ وليه في بلاد بتدعمها وبلاد بتحاربها؟ عايزك تعرف معلومة تخض شوية. انت عارف ان كل عملة ليها وحدات تانية بتقسمها زي الدولار والسنت كده؟ البيتكوين من اول ما ظهر وهو عنده وحدة اسمها ساتوشي موجودة في الكود بتاعه عشان الناس تعرف مش اكتر، واللي بالصدفة كانت جزء من الامضة اللي على بلوكتشين كود مخترع البيتكوين ساتوشي ناكاموتو. الساتوشي بقى مش زي السنت كده واحد على 100 اللي هي شكلها كده، ده السنت اللي انت تعرفه. الساتوشي بقى شكله كده، يعني واحد على 100 مليون من البيتكوين الواحد. تفتكر اللي عمل البيتكوين كان عامل حسابه ان البيتكوين يبقى ب 100 مليون دولار عشان الساتوشي يبقى بدولار؟ ما اعرفش، بس تعالى ارد لك على الاسئله الوجوديه اللي سالناها في اول الحلقه، ولو ما شفتش الحلقه اللي فاتت تشوفها عشان تفهم اللي جاي، لان اللي جاي مبني على اللي فات. في 2009 راجل باسم جيمس هاوز كان باصص بصه لقدام شويه، قرر يعدن البيتكوين قبل ما اي حد يسمع عنه اساسا، وعرف يعدن 7500 قطعه بيتكوين لما كان سعره جزء من السنت. صاحبته يا سيدي قالت له كفايه مايننج بقى، المكنه صوتها عالي، فقفلها. ال 7500 بيتكوين دولت كانوا محطوطين في هارد، وقام رمى الهارد في الزباله عادي جدا. ولو حسبنا البيتكوين ب 69,000 فهو رمى في حدود ال 517 مليون دولار تقريبا في الزباله. Summer, you were working through the stuff in your office and you found the hard drive. Why did you throw it out? I hadn't used it for 3 years. All the files that I believed I needed were already on my new computer. The drive was in a drawer on its own. في 2010 لازلو هاجنكس اشترى قطعتين بيتزا ب 10,000 بيتكوين اللي هم كانوا ب 35 دولار ساعتها. ده ما كانش اول ترانزاكشن شراء للبيتكوين ولكن كان اشهرهم. So how did you actually buy a pizza? You know, I just posted on the forum. I said, you know, if anybody's interested, I'm offering 10,000 bitcoins in exchange for some pizza. نسبة لناس كتير البيتكوين كفكرة ما هو إلا بونزي سكيم، ودي عبارة عن فكرة احتيال بتسرق فلوس الناس، ونشرحها باستفاضة في حلقة عن ازاي تاخد بالك من الكوينز اللي ممكن تسرقك وتطير فلوسك في الهواء سوا. وفي العموم البيتكوين مش بونزي سكيم، في حاجات كتير كانت بتهدم سمعة البيتكوين من احتيالات كتير زي بيتكونكت وون كوين، ده غير انه كان وسيلة لشراء خدمات او منتجات غير قانونية على ويب سايت زي مثلا سيلك رود اللي كان بيبيع مواد ممنوعة، والعملة الرئيسية بتاعته كانت بيتكوين لان مستحيل تتتبع مين اللي اشترى ومين اللي باع. بمناسبة اللي اشترى واللي باع، فاكر زمان لما انا وانت كنا صغيرين او يمكن قبل ما نتولد بفترة بسيطة كانت الفلوس بتشتري حاجات اكتر بكتير، بس طباعة الفلوس موجودة من ساعتها، وكل ما بلد بتتزنق بتطبع وتقوم شارية اللي هي عايزاه بعملتها، وده يؤدي ان لما الفلوس يتم تداولها قيمتها بتقل لان عددها زاد، وعشان كده في حاجة اسمها انفليشن اللي هو التضخم اللي بتسمع عنه في الاخبار من ساعة ما اتولدت. معلومة ان العملات الفيت اللي هي الورق يعني ايا كان دولار ولا دينار دايما قيمتهم في النازل نسبة للمنتجات ابتدى يقلق الناس. فريدريك هايك اللي حائز على جايزة نوبل في علوم الاقتصاد في 1974 قال في 1984 انا مش مقتنع ان احنا عمرنا هيبقى عندنا فلوس مظبوطة غير لما نشيل السيطرة بتاعت الفلوس من ايد الحكومات، كل اللي نقدر نعمله ان احنا نعمل حاجة بتقدم شيء ما يقدروش يوقفوه. البيتكوين حاجة الحكومات كلها مش هتقدر توقفها، وهو يعتبر الحل اللي كان بيتكلم عليه فريدريك من 38 سنة، وهتفهم ليه دلوقتي. So is this the right thing for governments to do to take control of it? Is it possible? It is not possible to, I think, destroy crypto, but it is possible for governments to slow down its advancement. لما انت بتحول لحد فلوس من البنك اكاونت بتاعك، سيستم البنك بيشوف معاك ولا لا عن طريق سيرفر مسجل كل حاجه عن الاكاونت بتاعك من اول ما انت عملته، والعمليه ما هي الا زائد وناقص. يعني زيكا حط 1000 دولار، صرف 200، زود 500، شال 1000، زيكا معاه 300. فلو قلنا مثلا زيكا هيبعت 100 دولار ليسري، فالبنك هيتشيك زيكا معاه 100 دولار ولا لا، وبعد كده يقوم مزود الفلوس دي لاكاونت يسري وينقص من عند زيكا فهيئه ابديت للريكوردز اللي هي السجلات، ويقوم واخد رسوم مقابل الخدمه دي.
زمان كان الموضوع بيتكتب على دفاتر ورق، النهارده سيرفر هو اللي بيعمل الموضوع ده كله اوتوماتيك. بس في الاول وفي الاخر السيرفر ده المتحكم فيه هو البنك، اللي بتتحكم فيه الدوله اللي بتطبع ورق في اي وقت. لو هنشيل البانكينج سيستم هنثق في مين؟ اي حد يقدر يثق في حكومه انها ترجع له فلوسه، لانها مجموعه من البشر مسؤوله عن دوله. ولكن تخيل بقى لو ينفع ما تضطرش تثق في اي حد اصلا. طريقه عمل اللامركزيه بدون معلم، طياره، ركاب، بنزين، طيار، صندوق اسود. تخيل معايا زيكا عايز يبعت واحد بيتكوين ليوستري، طبعا زيكا غني قوي كده. تخيل معايا طياره، الطياره دي هتطلع من المطار ومفيش اكتر من طياره واحده بتبقى طالعه، مفيش طيارتين بيبقوا مع بعض، والطياره الثانيه مش هتطلع غير لما هي تكون وصلت. الطياره دي فيها ركاب، الركاب هنا عباره عن ترانزاكشنز يعني معاملات. الطياره شايله معاملات كتيره ومن ضمنها المعامله بتاعت زيكا ابو واحد بيتكوين ليوستري. بس في حاجه، قبل ما زيكا يبعت ليوستري، المحفظه بتاعت زيكا اللي فيها شويه البيتكوين قالت له هتدفع جاز في بقيمه كذا بيتكوين عشان المعاملة بتاعتك تركب الطيارة. ده بقى البنزين بتاع الطيارة اللي بيحسب عليه زيكا عشان يبعت المعاملة لركب الطيارة. طبعا الطيارة ليها سواق، السواق ده مش سواق واحد، دول سواقين وهم المعدنين للبيتكوين اللي بيعدنوا البيتكوين كلهم في نفس ذات الوقت، بيسوق الطيارة سوا اللي مفيش غيرها. ولما الطيارة بتوصل بيتحاسبوا بالجاز اللي المعاملات كانت دفعها كتكت لرحلة الطيارة. طيب لو ما تعرفش، فكل طيارة في الحقيقة بعيدا عن المثل بتاعنا فيها صندوق اسود، هو احمر بس هو اسمه صندوق اسود، وده اللي بيبقى فيه تسجيل الاحداث من الطيارين وكل حاجة حصلت تقريبا في الطيارة، وبيبقى قوي جدا عشان لو لا قدر الله الطيارة حصل لها اي حاجة الصندوق الاسود ده بيطلعوه عشان يكتشفوا ايه اللي حصل في الطيارة. فلو في جريمة او عطل في الطيارة يطوروا من الامن او هندسة الطيارة مثلا. الطيارة بتاعتنا بقى في البلوك تشين بتاعت البيتكوين فيها صندوق، بس صندوق شفاف مش اسود. الصندوق ده فيه معلومة، وهي معلومة كل طيارة من اول طيارة طلعت في البيتكوين من اول ما اتعمل لحد يومنا هذا، بما فيهم ركاب الطيارة، ومن ساعتها وهو بيسجل كل طيارة جديدة لما بتوصل وهكذا. الصندوق ده عامة عبارة عن سجل فيه كل المعاملات اللي اتعملت من اول ما البيتكوين اتعمل، وفي نسخة منه عند اي حد عنده محفظة حتى لو فاضي، واي حد عنده جهاز تعدين، وعشان ما عقدكش اي حد ملمس في حوار البيتكوين. طيب شرح بقى حوار الطيارة ده بس بشكل تقني شوية. الطيارة هنا عبارة عن بلوك، البلوك ده مش بيطلع منه غير بلوك واحد في المرة، البلوك ده بيتعدن من خلال المعدنين، ولما بيعدنوه كل واحد بياخد نصيبه من المجهود بتاع التعدين اللي هو عبارة عن توزيع المعاملات. يعني من الآخر أجهزة التعدين ما هي إلا سيرفر لا مركزي ولا يمتلكه أحد، وأي حد بيعدن ما هو إلا شريك بحتة في شبكة السيرفر اللامركزية بتاعت العملة اللي هو بيعدنها. الموضوع روش ها؟ طيب ليه سموها تعدين؟ عشان اللي بيعدنوا بيتكوين مش بياخدوا أجر انهم بيوزعوا ترانزاكشنز وبس، ولكن بياخدوا أجر انهم ساقوا طيارة وخلاص حتى لو فاضية. ساتوشي ناكاموتو من أول ما قرر يبتدي القصة دي ما كانش فيه بيتكوين أصلا، لأن البيتكوين كان لسه كله في خزنة البلوك تشين، 21 مليون قطعة لسه كنا قايلين عليهم. فابتدى هو يعدن فطلع له بيتكوين من خلال انه ساق طيارات فاضية، لأن البلوك تشين كانت بتديله من خزنتها والطيارة فاضية حتى لو ما فيهاش معاملات. لما يبقى فيها معاملات بقى يبتدي الجاز يظهر. وبعد كده قام ساتوشي قال للناس تعدن، فبداوا فعلا، والناس دي لما قررت تبعت البيتكوين لبعضيها فجاه اللي بيتبعت ده كان بيتبعت بواسطه نفس السيستم اللي كانوا بيعدنوا بيه. وكل ما عدد الناس استعملوه اكتر، كل ما في ناس اكتر تقدر تاكد على اي معلومه بتحصل، لمجرد ان البلوك تشين بتعمل ابديت ليهم كلهم على كل بلوك بيتعمل او طياره. لا وخد التقيله، بما انك فهمت ان دي تقنيه محدش بيتحكم فيها، افترض فيها عيب، هو ساتوشي ناكاموتو بني ادم يعني برضه، او بني ادمين مش فارقه، اكيد ما حسبوش كل حاجه بالملي، بس سابوا الناس والزمن يحسبوها هم بالملي. البلوك تشين بتستقبل حاجه اسمها بروبوزلز، يعني اقتراحات. الاقتراحات دي بتبقى في هيئه ابديت، اللي عمله مثلا ديفلوبر كاتب كام سطر كود عشان يحسن اداء البلوك تشين في العموم. تقوم البلوك تشين تستقبل كل الاقتراحات بتاعت اي حد بس توقفهم على البوابه. طب ونعديهم ازاي؟ اي حد يمتلك بيتكوين يقدر يعمل فوت، يعني تصويت، وقوه الصوت الواحد بتكون بناء على كميه البيتكوين اللي الشخص بيمتلكها. وده يخلي ان اي ابديت يحصل للبلوك تشين هيحصل من خلال اتفاق مستخدمين البيتكوين اللي بوم عليه، فيكبروا ويطوروا ويحسنوا، وفي نفس الوقت هيبقى كلهم متفقين على الابديت نسبيا، لان من اول ما 50% زائد فتفوته من التصويتات نزلت على اقتراح من الاقتراحات هيتنفذ، وبوم ابديت للبلوك تشين عند الناس كلها. طبعا هتسال نفسك، طب ما حد يبقى معاه فلوس كفايه ويشتري نص البيتكوين كله ويتحكم فيه. ولكن لو حد حاول يشتري نص البيتكوينز اللي في العالم هيقعد يغلى ويغلى ويغلى، وساعتها بنسبه كبيره هيخلص الفلوس اللي معاه بره كلها. ولو الشخص اللي احنا بنتكلم ده
حكومة فهتكون طبعت فلوس كفاية لحد ما فلوسها الشخصية بتاعت حكومتها ما بقاش لها قيمة. يمكن قيمتها تقل عن قيمة الورق اللي هي معمولة بيه حتى. ده غير انه لو حاول يشتري بيتكوين كتير قوي مرة واحدة الناس هتقوم بايعة عليه وتكسب من وراه. وحب اقولك ان التجارة في العملات الرقمية زي مثلا انك تشتري بالرخيص وبيع بالغالي هو نفس فكرة التجارة في العملات الورقية او البورصة بالظبط. يعني جراف نازل جراف طالع وفلوسك طالعة نازلة معاه. وده بيحصل عن طريق منصات تداول بتقال عليها اكستشينجز زي باينانس وكوكوين وغيرهم كتير. الفكرة ان لو زيكا بعت واحد بيتكوين ليسري ويسري صحي من النوم قال ان زيكا كذاب، مش زيكا اللي هيكذب يسري، اي حد عنده نسخة من نسخ السجل او صندوق شفاف اللي كلمنا عليه هو اللي هيكذبه. وده سعادتك ملايين من البشر حاليا لو ما كانش مئات من الملايين. والفكرة انهم مش بني ادمين اصلا ولكن ملايين من الكمبيوترز، لان البلوك تشين مش بتضطرك انت كشخص تتأكد من المعلومة، هي بتعمل ده لوحدها اوتوماتيك من خلال نتورك فيها ملايين من الكمبيوترز. خلي بالك البلوك تشين مش مقفولة بالقفل، بالعكس دي اوبن سورس واي حد يقدر يعدل فيها، فهتبقى نسخة تانية لو انت عدلت فيها وهيبقى فيه بيتكوين فيرجن 2. العملة الجديدة دي بقى هتبقى بلا قيمة ولازم الناس تشتري منها او تحول من البيتكوين ليها عشان يبقى ليها قيمة فعلية. وهو كم بيتكوين طلعوا من البلوك تشين لحد دلوقتي وبيطلعوا على اساس ايه؟ بص هو الموضوع معقد شوية، لان في معلومة يمكن تكون عارفها وهو ان ال 21 مليون قطعة اللي جوه البلوك تشين دول هيظهروا كلهم وهيبقوا طلعوا كلهم في 2140، وده رقم متحدد في الكود. الهدف من البيتكوين هو انه يبقى عملة بتعمل ديفليشن، والديفليشن هو عكس الانفليشن اللي هو التضخم، ومعناها هنا الانكماش. اللقطة ان في ميعاد تصوير الحلقة في ما يقارب ال 19 مليون بيتكوين، وده معناه ان في تقريبا 2 مليون لسه جوه الخزنة بتاعت البلوك تشين، وما ينفعش نعمل اكتر غير بتوقيت معين بحيث ان الفرق ما بين ال 19 مليون لل 21 مليون يظهر في خلال النهاردة ل 2140. لان البلوك تشين مصممة بطريقة ذكية بحيث ان احنا لو عدلنا باجهزة قوية جدا البلوك تشين نفسها بتصعب التعدين اكتر واكتر. يعني 2140 2140، وده يعرفنا ان البيتكوين الموجود هو اللي موجود، واللي هيجي هيجي برتم معروف، ولما يجي هيبقى له عدد ثابت وكل حاجة بتحصل على المكشوف حتى المعاملات. بس الفرق ان زيكا ويسري بالنسبة لكل الناس مجرد هاش بيبعت لهاش تاني، والهاش ده شوية ارقام وحروف ملهاش اي معنى متسجلين على الدفتر اللي مع الناس كلها اللي فيه كل الناس في هيئة هاش برضو. عرفت بقى ليه البيتكوين بيغلى وهيفضل يغلى بالنسبة للورق العادي؟ البيتكوين عدده ثابت زي ما قلنا، مش زي الفيت ما ينفعش يتطبع منه فبالتالي قيمته مش هتقل. بس التركة بقى اللي خلته يغلى اكتر واكتر الحرق. خلي بالك ان كمية البيتكوين اللي معاك ممكن تكون شايلها على ديجيتال وولت، يعني محفظة الكترونية، وينفع تتحكم فيها من خلال برايفت كي اللي هو المفتاح الخاص اللي محدش يعرفه غيرك. عشان انت هاش بلاش، ممكن تكون شايلهم على هارد زي اللي كان معاه هارد فيه 7500 بيتكوين وتضيع منك. اللي ضاع ضاع واللي راح راح، بس اللايك والشير بيفضلوا هنا ما بيروحوش. فبالتالي لما عملة يبقى اللي بيضيع منها بيضيع وعددها ثابت وما ينفعش تعمل منها تاني لازم سعرها يبقى في الطالع عكس العملات الورقية. في الواقع الموضوع اسوأ، لان الذهب حتى لو ضاع غيرك هيلاقيه لو دور، لكن لو الهارد اللي عليه بيتكوين باظ انت هتعيط وغيرك لو لقاه هيعيط برضو عشان ملوش لازمه. على حسب coindesk.com في ما بين 2.8 الى 3.8 مليون بيتكوين تقريبا راحوا ومش هيرجعوا تاني، ولسه اللي هيضيع كمان من البشر، ما هو في الاخر بني ادمين وفلوسك رايحه وجايه ومحدش بيسالها رايحه فين ولا جايه منين، وانت نفسك مش فارقه معاك حاجه، كل اللي همك انك لما تبعت يوصل ولما يتبعت لك تلاقي. ده غير ان مفيش حد مراقبك ولا في ضرائب، وطموحك في لحظه تحول لجملتين، اشتري في الرخيص وبيع في الغالي، ولا اقول لك ولا تبيع ولا تشتري، هم قاعدين مش احسن من الورق. البراكين يمكن اذت ناس كتير من اللي عايشين حواليها، ولكن الكوكب كله كان اتدمر لو البراكين ما طلعتش اللي جواها. اللي بيحصل ده مش حاجه حلوه ولا وحشه، لانه ممكن يهدم الاقتصاد الحالي على شكله اللي احنا عارفينه ويبني واحد جديد، ويمكن يهدد باختفاء الراسماليه بنكهه اشتراكيه، وده جميل جدا على الورق بالنسبه لك. ومن هنا نفتح صفحه جديده هنناقش فيها سلبيات العملات الرقميه وليه في حكومات بتحاربها حتى لو ممكن يكون مصدر ربح ليها. كل ده واكتر كمان هنعرفه في الحلقه الجايه بعنوان كيف بدا الماين. كان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير في برنامج كريبتو نايت في الحلقة رقم 2 في سلسلة كيف بدأ الكريبتو. أشوفكم الحلقة. أيوة يا عم، أيوة أنا اتخصم لي نص زي ليه 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 إيه ده؟ ماشي 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 خلاص. طيب خلاص خلاص يعني، طب يعني ما هو ليه طب نص يوم كتير يعني، ما يوم ليه؟ طب خلاص طيب مش هعمل كده تاني. طب هاجي بدري ساعة بكرة، هو انا عشان انا جونيور يعني؟ طب اسمعني، طيب اسمعني بس مستر عماد، اسمعني يا فندم، حضرتك معايا يا فندم؟ طيب خلاص يا مستر عماد انا بكلمك في وقت تاني عشان مشغول دلوقتي، يلا سلام.